السلام عليكم. سيبدأ رئيس الجمهورية الفرنسية زيارة إلى الجزائر اليوم، وسوف يذهب إلى وهران في محاولة باش يصوفي المشاريع نتاع السيارات نتاع بوجو رونو في وهران، يعني محاولة لإعادة بحث المشاريع نتاع يعني تصنيع السيارات في الجزائر أو تركيب السيارات في الجزائر في مركب رونو اللي راه حابس، وكذلك مركب سيارات بيجو اللي راه قيد الإنشاء في بهران في منطقة الثانية. إذن الزوج مشاريع هادو ماكرون سوف يذهب إلى وهران اليوم أو غدا في محاولة لبعث هذه المشاريع. إذن لكن شروط، يعني الشروط الجزائرية هي شروط قوية جدا، لأن الجزائر تاع اليوم مراش الجزائر نتاع العصابة اللي كانت تسخر كل الإمكانيات وقدرات ويعني الثروات نتاع الجزائر تسخرهم للغير للمتعاملين الآخرين غير الجزائريين. إذن والدليل هو أنه عندما وقفنا العلاقات مع إسبانيا، العلاقات التجارية مع إسبانيا، تضررت إسبانيا. هذا معناه أنه إسبانيا كانت تحلب من قبل، كانت تحلب من قبل، وكذلك فرنسا عندما حبسنا عليها المشاريع اللي كانت موجودة في الجزائر مثل توتال وكذلك ميشلان وكل الشركات اللي كانت تصنع في الجزائر وسيال وكذا، تضررت فرنسا. علاش؟ لانها كانت تحلب من قبل، كانت تحلب، كانت كل المشاريع اللي كانت في الجزائر المشتركه مع الجزائر كانت في صالح الشريك الاوروبي. اذا اليوم ليس كالبارح، والشروط نتاع الجزائر اليوم هي اذا كان فيه مصنع تاع تركيب السيارات سوف يكون لا اقل من 250 الف سياره في السنه، مش تاع 50 الف سياره. انا نتذكر عندما بدا المشروع تاع رونو في بداوه باسوا موديل تاع سيارات هو سيمبول، اسوا سياره، وباستثمار انت 50 مليون فرنسا استثمرت 50 مليون دولار واورو في هذاك المشروع، واللي تكلف في الجزائر اكثر من 250 مليون اورو، وهي دخلت ب 50 مليون اورو، جات بحناكها فرنسا في وقت العصابة نهار فتحت الويزين تاع رونو في وهران، جات بحناكها ودارت مشروع بحناكها ودات الفائدة كل الفائدة ليها. إذن الآن الأمور تختلف تماما، وشروط الجزائر هي لا أقل من 250 ألف سيارة في السنة، مع جزء من هذه المشاريع، يعني الجزء من الإنتاج تاع هذه المركبات سوف يصدر نحو إفريقيا وبعض الدول الأخرى، وهذا هو الشروط تاع الجزائر. إذا 250 ألف سيارة في السنة لمشروع بيجو ومشروع رونو، ونصف الإنتاج يروح للتصدير. والشرط الثالث هو عملية تاع إدماج نتاع لتصل إلى 30% إلى حدود 5 سنوات توصل نسبة الإدماج نتاع السيارات إلى يعني 30% وقابلة للتطور إذا كان فيه متعاملين جزائريين متناولين. وكاين الآن كاين نسيج نتاع مناولة في الجزائر في هذا الميدان، وإن شاء الله يكون اتفاق على بالشروط الجزائرية. نعاود نأكد هذا، يكون اتفاق بالشروط الجزائرية، وإلا فلا فيه متعاملين آخرين في الصينيين وألمان، فيه متعاملين كثر يابانيين، فيه يعني ماركات أخرى، احنا مش يعني مربوطين برونو بوجو. إذا كان فيه شروط تخدم المصلحة الوطنية ما شاء الله ما يعني مرحبا، وإذا لم تخدم المصلحة الوطنية فهذا يهمهم هما، احنا لا يهمنا. إذن هذا هو البرنامج تاع ماكرون في وهران فيما يخص إعادة إحياء مشاريع تاع بيجو ورونو. نكتفي بهذا القدر، والسلام عليكم.